لحظة عند فقرة التغذية، ودائما في إطار هذه الفقرة أعزائي المستمعين غنتابعوا معكم الفواكه ديال الموسم. يوم أمس طرقنا للرمان والفوائد ديالو والأهمية ديالو طبيعة الحال على مستوى الجسم، وشنو المكونات أيضا ديالو اللي ممكن أنها تساهم في استفادة الجسم منها. اليوم كنظن بأن كل المستمعين كيعرفوا الكليمونتين أو داك البرتقال الصغير اللي هو حتى هو من الفواكه ديال الموسم، وحنا كنعرفوا بأن الكليمونتين هو واحدة من الفاكهة الأكثر شعبية ماشي غير في المغرب، في العالم، والفوائد ديالو ما كتوقفش غير في الفيتامين سي، بل فوائد كثيرة اللي غنحاولوا نتعرفوا عليها اليوم من خلال استضافتنا للأنسة أسماء زريول المختصة في الحمية والتغذية. لا أسماء، مرحبا بك معنا. صباح الخير عليكم على جميع المستمعين والمستمعات. فعلا كيف ما تكلمت اليوم غنتكلموا على الكليمونتين، وفعلا الفوائد ما كتختصرش غير على الفيتامين سي. حنا كنعرفوا ان الفيتامين سي هو العنصر اللي معروف يعني في الكليمونتين وفي يعني باقي الفواكه الاخرى، ولكن هناك فوائد اخرى. اول حاجه الكليمونتين غني بالبوتاسيوم، غني بالبوتاسيوم اللي كنعرفوا الدور ديالو في تنظيم ضربات القلب. يعني الناس اللي كتعاني من عدم انتظام ضربات القلب بالاضافه للدواء اللي كيتعطى، كنعطي حتى يعني واحد الحصه يوميه من الكليمونتين. عندنا ايضا الكليمونتين غني بماده الكولين، وهذه الماده هذه معروفه ايضا بانها كتخلي الكبد يعمل بطريقه يعني جيده، وانه ينقي الجسم من المواد السامه اللي فيه. وايضا بالنسبه للاطفال الكولين هي ماده مهمه للجهاز العصبي، هذه يعني مساله مهمه. وهذه الماده ديال الكولين كنلقاوها في بزاف ديال الاغذيه، كنلقاوها في الكليمونتين، كنلقاوها ايضا في صفار البيض. اذا ها هي ماده اخرى يعني مهمه وجديده ما كناش كنعرفوها. ايضا هناك الياف مهمه بحال الياف البيكتين، البيكتين معروف بانه جيد للجهاز الهضمي، انه ايضا كيحمي من السرطان لانه من الالياف القويه جدا للجهاز الهضمي، وكيحمي من سرطان القولون. نعم. فهذه أيضا عندنا مسألة اللي هي مهمة. كذلك بالنسبة للكليمونتين فيه نسبة مهمة من حمض الفوليك، وفيه نسبة مهمة من الكالسيوم اللي يعني الجسم يمكن له يستفد منها، واخا ماشي واخا كالسيوم يعني اللي هو نباتي راه الجسم كيستفد منه وكيقوي العظام. وأيضا طبيعة الحال كما هو الحال أغلب الفواكه والخضار كنلقاو مضادات الاكسده اللي هي قويه. وعندنا حتى القشر ديال الليمون كيكون فيه ديك الرائحه ديال الزيوت الاساسيه اللي كتنعش، واللي كنستخرجوا منها زيوت اساسيه كنعالجوا بها الزكام وكنعالجوا بها بعض اعراض اللي هي صحيه. نعم. وحنا كننصحوا يعني بتناول الكليمونتين في هذه الفتره هذه يعني اللي هو الموسم ديالو، لان الغنى ديالو بهذه المواد وبالفيتامين سي كيقوي المناعه ديال الانسان بواحد الشكل اللي هو كبير، وكي يعني تقويه المناعه كتحمينا ضد الامراض الموسميه اللي كنعانيو منها الان. نعم، خصوصا يعني الامراض الموسميه كما تكلمتي استاذه اسماء، يعني الزكام، وكنعرفوا بان هذا يعني هذا التغير ديال المناخ ما بين فصل وفصل، وحنا في نهايه فصل الخريف وبدايه فصل الشتاء، بطبيعه الحال التغيرات المناخيه كتاثر على الانسان فيما يخص الامراض اللي عندها علاقه بالزكام، بالامراض الصدريه بعد نزله البرد. يمكن الكليمونتين او البرتقال بشكل عام كيساهم بشكل كبير. واش مثلا ممكن نقدموا نصائح للناس ان يعني في كل صباح قبل ما يخرجوا او بعد الافطار انهم ياخذوا واحد الكوب ديال العصير؟
يعقوب انا بصفة عامة يعني العصائر ماشي من المشجعين على التناول ديالها. الا بغينا نستخدم الفيتامين سي اللي هو كيكون في الكليمونتين، ناخذ واحد جوج ديال الحبات ديال الكليمونتين كتكون كافية، ولا حتى ثلاثة ديال الحبات بالنسبة للاشخاص يعني العاديين كتكون كافية باش نستفدوا من الفوائد، ولكن يعني كاملة، لان دائما كنركز على ان العصير كيشيد لنا الالياف. الالياف بالفعل كامل المحتوم الفيتامين، الفيتامين إذن غتسمحي لنا أسماء، لأن المكان اللي أنت فيه كان يبدو بأن التغطية غير موجودة بشكل كبير، ولكن الحمد لله يعني الفقرة دازت بأكملها وعطيتي واحد المجموعة ديال النصائح اللي هي خاصة بالكليمونتين وهاد الفاكهة اللي كنعرفوها بأنها الأكثر تداولا، ومشي في المغرب وحده يعني في العالم ككل، واللي بطبيعة الحال كانت النصيحة الأخيرة هو أن كمختصة في التغذية والحماية يعني كتكلمي على أن الاستفادة من الفاكهة بأكملها باش يمكن أن الألياف ديالها تستفد منها الجسم. وني كنتكلموا على الألياف كنتكلموا على مواضيع كتيرة يمكن تكون عندها علاقة بالكولون أو بالجهاز الهضمي ككل. إذن الأستاذة أسماء مختصة، أسماء زريول مختصة في الحمية والتغذية، كنشكرك بزاف على تقبلك هذا اللقاء المباشر، ولقائنا غيتجدد معك يوم غد إن شاء الله، والموضوع هيكون حول الزيتون.